احنا معنا الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئه الدوليه لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا، وكامل تضامننا معاك ومع شعبنا الفلسطيني. مساء الخير اخي حسام، وكل التحيه لك ولاهلنا وشعبنا في مصر العروبه التي دائما تتطلع الى كل القضايا العربيه وعلى راسها الدعم الدائم للقضيه الفلسطينيه. الحقيقه يعني احنا اليوم امام مجزره جديده، رغم يعني الانتقادات الدوليه والمنادات الدوليه والمناشدات الدوليه، ورغم الامر اللي وجهته محكمه العدل الدوليه بايقاف اله الحرب ومنع الهجوم على رفح والالزام بادخال المساعدات، لكن كمان الامم المتحده بتحذر من استمرار اخطار المجاعه في قطاع غزه، واسرائيل تمارس جرائمها المعتاده مع تهديد كمان بالتصعيد في لبنان منذ الامس. بتنظر ازاي حضرتك التطورات الاخيره؟ مرة أخرى تحياتي لك أستاذ حسام ولجمهور المشاهدين. نعم، هذه التطورات تؤكد بأن دولة الاحتلال ماضية في مخططاتها العدوانية وحرب الإبادة المستمرة للشهر التاسع على التوالي، والتي تركت تداعيات كما ذكرت تداعيات كارثية، أكثر من 3500 مجزرة، كان آخرها مجزرة النصيرات، مجزرة مدرسة السردي التي استشهد فيها 30 من المواطنين وإصابة 60 آخرين، وقصف للمدرسة بدون سابق انذار، بما يرفع من عدد المدارس ومراكز الإيواء التي قصفت والتابعة فقط لوكالة الغوث إلى 170 مدرسة دمرت معظمها، عدا عن استشهاد ما يزيد عن 650 شخص داخلها، إضافة وهي مؤسسات ترفع علم الأمم المتحدة، إضافة إلى تدمير 75% من منشآت ومباني ومنازل المواطنين في أنحاء مختلفة من مدينة رفح، كان آخرها التدمير البربري والبشع في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا في شمال غزة، ولا زال عمليات التدمير حتى في الأماكن التي ادعت بين مزدوجين دولة الاحتلال أنها أماكن آمنة، وتستمر في استهدافها كما فعلت في مجازر الخيام في رفح لإجبار السكان على النزوح والارتكاب أيضا مزيد من المجازر، عدا عن استشهاد أكثر من 36,650 شهيدا فلسطينيا، 70% منهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83,500 من المواطنين، عدا عن فقدان قرابة 15,000 لا زالوا تحت الأنقاض وركام المنازل التي عجزت أجهزة الدفاع المدني بإمكاناتها المتواضعة عن إجلاء هذه الجثامين جراء الهدم المروع الذي جرى لمباني ومنشآت والبنية التحتية في مدينة غزة، إضافة إلى أن كل سكان قطاع غزة الآن 2,300,000 يعيشون فصول كارثة إنسانية بسبب تدمير معظم الخدمات، المستشفيات، المدارس، البنية التحتية، المزارع، ويعيشون فصول مجاعة حادة باتت ترتفع على أثر احتلال الجانب المصري الفلسطيني من معبر رفح، مما حتى من منسوب المساعدات التي كانت تتدفق إلى داخل قطاع غزة، ورغم أنها مهمة إلا أنها كانت سابقا غير كافية، فما بالك الآن في ظل إغلاق دولة الاحتلال لمعظم المعابر وفشل الرصيف المائي الذي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية في إدخال المساعدات لأن له أهداف وأغراض أخرى، ولكن حتى بحر غزة حارب مع الفلسطينيين، وبالتالي نحن إزاء تطورات غاية في الكارثية رغم كل المبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان وضمان تبادل الأسرى وإرجاع الفلسطينيين إلى أماكن سكناهم، إلا أن دولة الاحتلال ماطلت وجعلت الحرب هدفا بحد ذاته من أجل بقاء الطبقة السياسية الحاكمة على رأسها بن غفير سموتريش نتنياهو. هؤلاء جزارين العصر، مجرمي الحروب، والمجانين الذين يقودون المنطقة إلى حمام من الدم، يرفعون من مستوى الجرائم والمجازر ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية وفي جنوب لبنان، ويفتحان بوابة إلى توسيع هذا الصراع الذي لا يرغب أحد في توسيعه ليطال منطقة أو لبنان أو التهديدات، ولكن بظني أن إسرائيل أعجز أن تفتح معركة جديدة في ظل عدم إغلاق معركة قطاع غزة المستمرة بسبب صمود الشعب الفلسطيني وصبره رغم الجحيم الذي يعني دفعت إسرائيل فيه السكان من عقوبات جماعية، قطع إمدادات الكهرباء، المياه، المساعدات، كل وسائل الحياة، وجعلت من قطاع غزة منطقة منكوبة غير صالحة للحياة، إلا أن المقاومة تستمر
رغم كل الضربات 100,000 طن من المتفجرات ويزيد. وهي كما ذكرت في تقديمك أخي حسام أنها يعني جزء كبير منها أسلحة أمريكية. نعم، ولذلك نحن إزاء هذه التطورات، نحن إزاء عالم للأسف الشديد عالم غابر، عالم يعتمد لغة القوة ولا يعتمد لغة القانون الدولي الذي تحول. ومع ذلك فإن التعاطف الدولي والتحركات الدولية كمان على المستوى القانوني تتزايد، وزي ما قلنا أنه أسبانيا أعلنت انضمامها لجنوب أفريقيا وكثير من الدول في محكمة العدل الدولية. أنا بشكرك يا دكتور، الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.